إذن يا رزيعة، حلقة جديدة والحلقة الأسبوعية المنتظرة من رزع الجمهور. وزي ما وعدناكم الأسبوع اللي فات إن هيكون فيه اهتمام شوية بالأندية الأخرى زي ريال مدريد، طبعا النادي الملكي الكبير مفيش خلاف عليه، والدوريات الإيطالية، الدوري الإيطالي والدوري الألماني والحاجات الحلوة دي كلها. وزي ما وعدناكم الحلقة دي مخصصة لكل عشاق الميرينجي، لكل عشاق النادي الملكي ريال مدريد. فنبتدي على طول سخنين ونرحب بضيف هذه الحلقة، المدريدي جدا راجي شريف. اتفضل يا نجم مصر. راجل عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله منورنا. انا عارف انت راجل يا جماعه، يعني اللي انتوا ما تعرفوهوش، اول ضيف يعني ونقول بسم الله ما شاء الله، راجل جاي وجايب التشكيله ويعني جاي من السانتياجو على هنا، مخلص الماتش امبارح وراح جاي وايه وجاي على هنا على طول بالتشكيله والحاجات. ولكن طالما وصلتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان يوصل لك جديدنا على طول. طبعا رزيعة، يعني الحلقة دي زي ما قلنا لكم هي حلقة الريال، ويمكن كانت الناس بتسأل طب هو انت عم عمر هتبقى عامل ازاي وبأنك راجل كتالوني وتشجع كتالونيا ويبقى معاك ضيف من الريال، ولكن انا التزم بالحيادية والموضوعية الى ان لو تجاوز في حق برشلونة هنرد عليش الحق حق عم راجي. شكرا. بص عم راجي، خلينا نبتدي كده سخنين على طول ماشي، ونشوف رد في الملعب ونشوف الماتش، اخر ماتش انتوا لعبتوه وكسبتوا 1-0 بجون ناتشو، وناخد اسئله الجمهور على طول. شفت الماتش ده ازاي، خاصه ان هو كان الماتش انتوا من خلاله تصدرتوا بيه الدوري، وزي ما انتوا هتشوفوا في جدول ترتيب الليجا فارق 3 نقط. شفت الماتش ده ازاي كده سريع؟ مشكله ريال مدريد الماتش ده ان حاليا دلوقتي مندي بعد ما اخذ مكان مارسيلو، لان مارسيلو يعني مؤخرا مستواه نزل بسبب ان هو بيسيب مساحات كبيره جدا وراه، وبيسيب يعني اكتر واحد الله يكون في عونه الصراحه اللي بيتلطف المواضه مع كازيميرو الطرفين بتوع ريال مدريد دفاعين، والباك اليمين والباك الشمال بيطيروا، فالراجل اللي حاول فبيضطر هجمات المرتده مش عارف هل يقبل يقطع ولا يروح يغطي مكان مارسيلو ولا مكان كارفاخال. فامبارح الماتش كان هو مضطر اساسا يلعب كارفاخال، سوري، يلعب ناحيه اليمين بناتشو لان اوديوزو راح على البايرن. فمشكله مندي ان هو دفاعين كويس بس هجومين المردود بتاعه اقل من دفاعيه. فريال مدريد مؤخرا كان بيلعب بكارفاخال ومندي، كان في طرف ميت وطرف شغال كويس. الطرف شغال كويس ناحيه اليمين ناحيه كارفاخال، انت طبعا عارف من ايام زمان يعني ريال، من ايام زيانو وانشيلوتي، ريال من الباكين بتوعهم من اقوى اسيتس في الهجوم بتاعهم، طيرهم وعلى الله بقى بالظبط. وحاليا طبعا دلوقتي روبرتسون وارنولد في ليفربول، بس ده مش موضوع ماشي. فامبارح لما ناتشو لعب، ناتشو عنده نفس مشكله مندي ان هو بصفه دفاعيه اكتر. فانت البيز بتاع ريال مدريد المثلثات اللي هي بتعملها على الاطراف سواء الطرف اليمين او الشمال، لو هنتكلم في ناحيه اليمين امبارح كان مودريتش، فالمثلثات اللي هي بتتمثل في ناحيه اليمين ناتشو ومودريتش وإيسكو كان لعيب متحرك، يسند يمين يسند شمال حسب اتجاه الهجمة فين، أو مثلث تاني ناحية الشمال لو ناحية في مندي وفي كروس وفي ناحية الشمال كان رودريجو، ما كانش شغال. ليه؟ لأن مردود مندي ومندي وناتشو الاثنين هجوميا ضعيف. خطورة رودريجو كلعيب ونفس الوقت خطورة ناحية اليمين كان بنزيما، ان انت لعيب زي رودريجو ده مثلا نمسك ناحية الشمال، رودريجو خطورته أما يضم من الطرف للعمق. طب امتى رودريجو بيضم الطرف العمق؟ اما مندي يطلع من مركزه ناحيه الشمال يطلع. مندي امبارح طلع الشوط الاول ما عملش ورع، يعني انت عارف كمان تاكيدا على كلامك في بعض النقط اللي انت قلتها، ان ريال مدريد في الماتش ده ما شاطش كوره في الشوط الاول، ومفيش عرضيات، ودي اول مره تحصل من ديسمبر 2015 بالظبط. فدي كانت يعني كانت مفاجاه بالنسبه للناس كلها. وخلي بالك كمان ان ناتشو الجون اللي جابه يعتبر اول جون ليه في الدوري الاسباني خارج ملعب ريال مدريد، خارج ملعب، واخر 5-6 جوان يعني كان لعيبة نص الملعب جايبها، كازيميرو على كروس على مودريتش في السوبر ماتش فالنسيا. طيب خلينا ندخل على طول في الاسئله. محمد السروجي بيقول هل الريال اقرب للدوري من برشلونه؟ لا، انا شايفها 50-50، بس فورمه الريال حاليا كفرقه احسن من برشلونه. ليه؟ لكذا سبب. زيدان ابتدى مؤخرا يحط ايده على نقط الضعف في الفرقه، وابتدى يعني يضحي بالحرس القديم ويبتدي يحط شويه شويه الصفقات الجديده اللي جابها. يعني ابتدينا نشوف خلاص مندي بياخد مكان مارسيلو، فالفيردي اللي هو في وجهه نظري عدل بوصله الفرقه كليا، ابتدى ياخد مكان مودريتش، كارفاخال كده كده مستوز مستواه، بنزيما موجود، فابتدى شويه شويه يحط زيدان نقط يعني ايده على نقط الضعف، ومن نقط الضعف دي ابتدى يدي اللعيبه اللي هو اشتراهم. ما احنا هنيجي لجزئيه نقط الضعف عشان في ناس كتير بتسال فيها، ولكن هاخدك لجزئيه مهمه جدا. يوسف السيد، وهي دي اللي يمكن انت كنت بتتكلم فيها، بيقول هل تتوقع ان مندي هيقدر ياخد
مكان مارسيلو يبقى اساسي؟ هيحتاج لمارسيلو في ماتشات كتير بس مش هيبتدي بيه بالذات في الماتشات اللي هي يعني يقدرون مثلا يعني مارسيلو مش هيلعب بيه غير لو في وسط الماتش مزنوق وعاوز يلعب على الاطراف او يلعب ناحيه الشمال ناحيه الشمال ميت هو خسران مثلا محتاج جون او اخر تلت ساعه هتلاقي دايما يعني مارسيلو خلاص بقت بالنسبه له بلان اي يعني مارسيلو دلوقتي بقى بلان اي مارسيلو دلوقتي بقى بلان بي كارفاخال كده كده محتفظ بمركزه سواء اودريوزولا موجود او ناتشو موجود محتفظ بمركزه لكن هو دلوقتي عشان معروفه منذ قديم الازل عايز تكسب ريال مدريد او عايز تكسب ريال مدريد العب في ظهر مارسيلو فهو مؤخرا الحمد لله زيدان ابتدى يعالج الحته دي مندي بس ده دي كونز اللي هو او ليه قناه واحده اللي هو مندي قدام مفيش فانت بقى لازم تشوف حاجه تعالج بيها الحته دي زي ماتش امبارح مثلا ماتش امبارح الشوط الاول مندي عمل شغله عرضيه والشوط الثاني زاد بس مفيش برودكشن فمودريجو مش باين لان مندي مش بيعمل دوره ناحيه اليمين امبارح على سيت ماتش امبارح ناتشو مش هجومي فهو مش طالع فهو مش مدي فرصه ليعمل مثلث مع مودريتش او مع ايسكو فبنلاقي بنزيما وايسكو كلهم بيطلعوا على الاطراف طب بصيت على الكره في الشوط الثاني في الدقيقه حوالي 60 الكره مع بنزيما على الطرف وايسكو بص جوه منطقه الجزاء مفيش بني ادم رودريجو واقف على الطرف الناحيه الثانيه طب العمق الهجومي فين مين هيجيب الاجوان فده السبب الاساسي طيب علي الشافعي بيقول ايه الصفقات ويمكن ده بقى معظم الاسئله كلها اللي اتسالت في الكومنتس بتاعتكم فيما يخص صفقات الريال ايه الصفقات اللي محتاجها ريال مدريد علشان يبقى من احسن الفرق في العالم زي ايام زمان وهل زيدان هو اللي يقدر يرجع ريال مدريد تاني يا ريت تقرا سؤالي حبيبي عم علي ايه الصفقات اللي الريال يعتبر محتاجها حاليا الصفقات محتاجه ريال طب امسكهم خط خط اوكي ماشي طيب خط الدفاع ريال مدريد محتاج في وجهة نظر انا باك يمين بديل لكارفاخال يتناوب مع كارفاخال اوكي ان اودريوزولا يعني من نوع الجراي ويتحرك ويجري بس هو الوعي الدفاعي وكده كده خرج بره منظومه الريال خلاص مؤقتا يعني على 6 شهور لسه صغير يعني لازم توديه عرض لو انت عاوز حد اون ذا سبوت الصيف الجاي يبقى انت لازم تجيب حد 23 24 حد يكون اوريدي عنده اكسبيرينس يعني عاوز تدي اودريوزولا يبقى توديه عرض لحد ما ينضج ان هو ورا شويه متهور اوكي في خط النص انت محتاج طبعا انت السنه اللي فاتت او الصيف اللي فات بعت ماركوس يورانتي وما جبتلوش حد بديل وفالفيردي انا مش بشوف انه بديل كازيميرو فانت محتاج حد بديل لكازيميرو عشان ان كيس كازيميرو اتصاب او مستوى نزل حد هو ديفنسيف ميدفيلدر اللي هو لعيب لقطيع بالبلدي يعني محتاج لعيب مكان مودريتش اللي هو حاليا فالفيردي بس ستيل من كانفاس بوينت فالفيردي يعني مودريتش خلاص بكام 34 سنه فالفيردي بيلعب مكان مودريتش بس فالفيردي دلوقتي اتصاب مستوى واقع هتعمل ايه بقى هترجع ترقع تاني وتجيب سيبايوس وتجربه او تجيب اسكو بعد كده تيجي تقلب الخطه تقصد ان يبقى في بديل حتى لفالفيردي يبقى مناسب بالظبط تبتدي تعمل روتيشن عليه كان المفروض بوجبا وانا كان نفسي يجي بصراحه يعني هنيجي لجزئيه بوجبا عشان كان فيها سؤال وفي كذا معلومه كده اتقالت في الجزئيه دي فاجل قصه بوجبا سنه هناجلها ماشي احنا قاعدين ده يعني انا كان نفسي بوجبا يجي الصراحه قدام طبعا لازم انا شايف سترايكر يكون عنده قوه تهديفيه مش هقول تعوض رونالدو بس لعيب يخلص يعني ريال مدريد يعني ابسط حاجه المشكله دي مشاكل ريال مدريد دلوقتي عنده نص ملعب يشغل بلد بس مين يخلص مفيش يعني بنزيما لو مستواه مش كويس او متصاب يعني بنزيما السنه دي الهداف وفارق مع ريال مدريد بس ستيل يعني او بنزيما مش مستواه مش هو الحرب اللي مش هو اللي مش زي سواريز مش زي اجويرو زي هاري كين يخلص لي ماتش يجيب لي بطوله أوكي. نفس الوقت حتى ايفن لو هو توب ما وارد مستواه يقع يتصاب يحصل اي حاجه فهنقعد بقى يعني هنجيب يوفيتش هو مشكله في يوفيتش يعني دي حاجه برضو انا بعيب فيها عليها زيان شويه يوفيتش من نوع المهاجمين يعني انت هتيجي دلوقتي تقول لي طب يوفيتش موقعه من الاعراب مثلا اكيد حد هيسالك السؤال ده يوفيتش المهاجمين نوعين في حاجه اسمها بوكس سترايكر وحاجه اسمها ستيشن يعني ايه ستيشن لعيب محط زي مين مثلا زي بنزيما زي جيرو يسلم ويستلم ويخدم على الباقي بالظبط ده الستيشن في بقى بوكس اللي هو مهاجم صندوق اللي هو انا ماليش دعوه انت تعمل ايه بره منطقه الجزاء انا عاوز جوه منطقه الجزاء هات لي الكوره انا اجيبها لك نوفيتش يوفيتش النوع ده يوفيتش محتاج اللعيبه تخدم عليه مش هو اللي يطلع من منطقه الجزاء يخدم على الناس اللي جايه من ورا ودي مشكله يوفيتش في ريال مدريد يوفيتش منظومه اللعب لا تتفق مع امكانياته ان هو لعيب زي ما بقول لك هو الكوره تجيله في منطقه الجزاء يخلص وده السبب الاساسي ان بنزيما في اي كان مستوى لي هيلعب على اي حد هيلعب موجودين لان بسبب بنزيما بيعمل دور ده محدش غيره بيعرف يعمله طيب محمد مدحت بيقول هل هازارد قادر على تعويض كريستيانو سؤال حلو هازارد قادر على تعويض كريستيانو من ناحيه تهديفيه معدل تهديفي لا هل هو قادر انه يبقى ليه دور يحسن المردود الهجومي بتاع الريال هازارد من نوع الدريبلر يعني انا ناخد الكوره يعني يتحرك بيها وطبعا احسن لعيب في العالم يعمل فنتات ياخد الكوره ويرقص ويعدي ويفتح مساحات للناس اللي جايه من ورا
لكن مش زي رونالدو اللعيب الفيزيكال اللي يضرب سبرنتات اللي يتعب له كور عرضيه. فمن ناحيه تهديفيه لا، عشان كده كنت بقول في الاول ريال مدريد محتاج يجيب مكان رونالدو قوه تهديفيه، محدش هيبقى زي رونالدو طبعا، بس حد بس يبقى مقرب يتوج مجهود الفرقه كونكلوجن، اللي هو زي سواريز في برشلونه، زي اجويرو مثلا في مانشستر سيتي، حد يخلص قناص اللي هو بالبلدي كده كلاسيك سترايكر زي زمان. عماد متعب بعد الدقيقه 90 واخد بالك انت ده نادر اضرب. طيب علي المر بيقول تفتكر مين الخسر الاكبر من خروج كريستيانو، الريال ولا كريستيانو نفسه؟ وبيقول اخويا عمر بحبك في الله حبيبي يا علوة، مين اللي خسران كريستيانو ولا الريال؟ بص الاثنين خسرانين. الريال خسران، بس الريال كان عنده فرصه يعوض الخساره دي بس هو ما عوضهاش. في ما اعرفش كنت انت عارف معلومه دي ولا لا، زيدان لما مشي اول مره كانت احدى الاسباب اللي مشي بسببها ان هو كان قاعد مع بيريز بيشوفوا البلان هتبقى ايه للترانسفير في الصيف، فبيريز قال له البلان والله ان احنا رونالدو مش هيكمل، ان هو كان طالب حاجه 30 مليون which is كتير عليه، فاحنا البلان ان بيل هو اللي هيحمل الرايه بعد رونالدو ورونالدو مش هنجدد له. فطبعا زيدان كان معترض وكان عاوز بيل هو اللي يمشي ورونالدو هو اللي يقعد، ولكن دي يعني موصوش فيها نقطه تفاهم. ده سبب، وفي برضو سبب تاني ان كان في زيدان شايف احنا الفرقه محتاجه تدعيمات في 1 2 3، محتاجين ترانسفيرز بومينج ترانسفير زي الصفقات ايام الجالاكتيكوس، بس بيريز ساعتها ما كانش متحمس لموضوع الجالاكتيكوس، لان ساعتها لو تفتكر ريال هيعمل استاد جديد وكان عامل ساعتها جمعيه عموميه، وكان هيحط البادجت دي في الاستاد، وهياخد لسه كارد من بنك هناك، في بنك هناك اسمه بانكيا، بنك ده من اكبر البنوك هناك في اسبانيا، وهو يعني واصل هناك. عامه بيريز يعني فوربس من سنتين اخد اكبر رجل اعمال في اسبانيا، فهو اصلا بزنس مان تقيل، فهو كان بالنسبه له التارجت كان لسه خارجين بقى اما خدنا تشامبيونز ليج 3 ورا بعض، والسنه اللي قبل اللي قبليها خدنا فيها دوري، فاللي هو كان بالنسبه لبيريز انا حققت في الكوره اللي انا عاوزه، حققت الدوري تشامبيونز، اخش بقى الحاجه اللي الجماهير تفتكر بيها مدار السنين، اللي هي كان ايه ساعتها كان على الاستاد. فهو ساعتها كان بادجت كلها معمول حسابه ان هي تروح في الاستاد، فده كان سبب الخلافات خلافات، وسبب ان السنه اللي فاتت الموسم كان يعني صفر، يعني صفر دي كلمه قليله. طيب محمد عادل بيقول متوقع امبابي يجي الريال ولا لا؟ بص هو كل الكلام في الاعلام دلوقتي ان امبابي هو الصفقه الجايه لريال مدريد اللي ناوي تعملها في الصيف، وهو بصراحه كان الحق، يعني هو ماشي بنفس نهج هازار بالظبط، زيدان مثلي الاعلى وشكر في زيدان، وزيدان كان الايدل بتاعي وانا صغير، وحتى ايفن تصريحات رئيس موناكو السابق نائب رئيس موناكو السابق اللي هو فازيليف قال لك مبابي كده كده مصيره ريال مدريد، هو كان حلمه في ريال مدريد بس هو قرر في اخر لحظه غير عشان الفلوس انه يلعب في موناكو، ان هو كان شايف نفسه صغير عنده 19 سنه وصعب يسيب بلده دلوقتي، فيستنى سنتين ثلاثه ياخد اكسبيرينس ويكون كبر شويه بعدين يروح ريال مدريد. فالتارجت بتاع ريال مدريد السنه الجايه نمبر 1 هيبقى كيليان مبابي. هتصفقه بقى هتتم ولا لا، دي بقى حسب نيجوشيشنز بين ريال وبي اس جي، لان طبعا بي اس جي يعني مش محتاجين فلوس، بس هو طبعا طبقا لسعره اكيد هيبقى غالي، اكيد هيبقى غالي. لا بتتكلم يعني انا متوقعي 250 مرتاح، ده فتح كلام 250 ده اقل حاجه، ده اقل حاجه، فده هيبقى التارجت. هيجي ولا لا بقى على حسب شطاره بيريز وبوتراجينيو اللي هو المدير الرياضي، وخوسيه انخيل سانشيز اللي هو السكرتير العام برضو واحد انكلود في الصفقات، فهو ده يعني ده المين تارجت السنه الجايه. محمد عصام 2003 بيقول هل الاداره هتكون قادره انها توفي بكل وعودها لزيدان وتجيب له اللعيبه اللي هو كان طالبها زي بوجبا، وهل بوجبا لو جه ريال مدريد هيأثر مع الفريق وعلى حساب مين في الملعب، وممكن زيدان يغير طريقه اللعب علشان بوجبا، وامتى هتبينه وش علي زايد؟ بص يا باشا علي زايد انا خلاص قطعت معاه كلام، هو ما بقاش صاحبي، ويظهر ما يظهرش ده خلاص بقى انا لغيت الموضوع ده اخويا. طيب بالنسبه لجزئيه الاداره كان في برضو كلام كده اتنطور في الفتره الاخيره اليومين اللي فاتوا، وهو ان فكره ان زيدان ممكن يمشي مع نهايه الموسم، يمكن كنت بتكلم مع راجي قبل ما نخش نصور في الجزئيه دي وقال انه صعب نسبيا، ولكن التقارير اللي بتتكلم على الجزئيه دي بتتكلم في فكره انه الاسباب اللي ممكن تخلي زيدان يمشي هو مشاكل مع الاداره فيما يخص اللعيبه، خاصه زي انت ما بتقول انه في لعيبه كبيره زيدان عايزها، ولكن الاداره بتنتهج نهج فكره اللعيبه اللي سنها صغير وتستثمر فيها ويكبروا في الفرقه بالظبط. الحاجات الثانيه هو فكره ان التفكير كان المستمر لفلورنتينو بيريز قبل زيدان، هو التفكير كل شويه كان في جوزيه مورينيو انه يرجع ويروح يعني وكان اصدقاء حتى مثلا وكان يعني وكان هو خياره الاول كمان قبل زيدان. والجزئيه الثالثه وهي جزئيه السؤال وهي جزئيه بوجبا، انه لحد اللحظه دي بوجبا ما جاش، ولحد اللحظه دي زيدان عايزه، زيدان عايزه، ولكن هي تبقى قصه
بوجبا علامة استفهام. هل انت شايف انه مع نهاية هنعدي ميركاتو الشتاء ونخش على ميركاتو الصيف على طول في السنة الجديدة؟ ولكن كده ما تجيبش صفقات في يناير عامة على طول، ولكن هل انت شايف ان الإدارة هتلتزم بوعودها وهتجيب له اللعيب اللي هو عايزاه، خاصة سبيشالي بوجبا؟ من انا شايفه من اللي بيحصل، لا بوجبا مش هيبقى ايه برايورتي السنة الجاية بيجي ريال مدريد، هيبقى البرايورتي نمبر 1 لكيليان مبابي. ده على اساسه هيتحدد الماركت عامل ازاي. كبوجبا كلاعب، انا كواحد مشجع ريال مدريد نفسي بوجبا يجي ريال مدريد. طبعا في ناس تختلف معايا كتير، لان بوجبا لعيب هو تالنت زيه زي نيمار، بس مشكلته في المينتاليتي بتاعته ضعيفه، هو موهبه مش موجهه، بس في مدربين معينين يعرفوا يطلعوا من اللعيب التالنت احسن ما عنده. عندك ابسط مثال بوجبا بتاع فرنسا مع ديدي ديشان، بوجبا بتاع يوفنتوس بتاع وقت موريسيو مع سيميانو أليجري، شفنا بوجبا الحقيقي مع فرنسا في كاس العالم وحقيقي مع يوفنتوس. بوجبا في مانشستر مش هو بوجبا، ومعاه سولشاير برضو مدرب لسه مش اسم، مش كاريزما جديد. قبليه كان مورينيو كان ابتدى خلاص يفقد اوضه اللبس في مانشستر مؤخرا. فانا شايف بوجبا لو جه تحت زيدان هنشوف الفيرجن بتاعت بوجبا بتاعت منتخب فرنسا اللي هي الاصليه بتاعت بوجبا نفسها بالظبط. بس ده كل ده مشروط مع زي ما بقول لك مع بابي، وانا اشك ان بوجبا يعرف يجي لو مبابي موجود، بالذات بعد مستوى فالفيردي السنه دي. انا وجهه نظري فالفيردي اللعيب فعلا اللي عدل بوصله فرقه ريال مدريد، اللعيب اللي هو يعني نزل من السماء حرفيا عدل بوصله ريال مدريد هو فالفيردي. فان انت بعد مستوى فالفيردي ده تجيب بوجبا اللي هو المفروض يلعب مكانه، ان كروس تستخدمه شويه، ان كان كروس 30 استخدمه بتاع سنتين ثلاثه، فانت هتجيب بوجبا بتاع عشان تقعد فالفيردي هيبقى صعب. فاعتقد يعني بوجبا كان معاده السنه اللي فاتت، ما جاش، صعب اعتقد انه يجي. طيب اخر سؤالين علشان نلحق نلم الدنيا، وطبعا زي ما انتم عارفين يعني حلقه الريال مش هيخلص في حلقه ولا اتنين، اكيد بيبقى عايز له حلقات كتير، وهنكرر حلقات ريال مدريد تاني عشان الناس بس ما تقلقش. ياسين احمد بيقول برايك الريال محتاج ايه علشان تفوز على السيتي؟ وتحياتي ليك، انا مشجع مدريدي، السيتي ولا الريال؟ هو طبعا كمشجع ريال مدريد اتمنى الريال. الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان الريال في الشامبيونز ليج دايما كعبها عالي، سواء هي في احسن مستوياتها او اوحش مستوياتها. الارقام بتقول كده، الارقام بتقول كده فعلا. بس انا في نفس الوقت يعني انا عارف ان السيتي في الشامبيونز ليج مش احسن حاجه لكذا سبب، الخبره والكاريزما والاكسبيرينس. بس في نفس الوقت انا بعمل 100 حساب لجوارديولا، لان انا واحد من الناس اللي بحب جدا جوارديولا. الله يبارك لك. يعني بغض النظر مشجع مدريدي، يعني جوارديولا في ناس يعني جوارديولا في طبعا خلاف مين احسن، جوارديولا ولا كلوب؟ جوارديولا ولا كلوب؟ انا بشوف اتنين توب، بس هما اتنين مدرستين مختلفين. يعني جوارديولا احسن مدرب في العالم كفلسفه كوره، كواحد انتروديوس حاجه في الكوره ما حدش انتروديوسها قبل كده، سواء طريقته اللي هي انفرتد فول باكس، او انا بلعب على الاطراف ازاي، بلعب في الهاف سبيس ازاي، بلعب المساحه اللي هي بين السنتر باك واللفت باك. فهو ابتكر حاجات في الكوره مش موجوده. كلوب حاليا دلوقتي احسن مدرب في العالم من ناحيه الارقام، هنيجي يعني نتكلم واحد السنه دي اول دوري لو كسب بعد بكره ب 19 نقطه او اخذ تشامبيونز ليج. فانا واحد جوارديولا بعمل له 1000 حساب، ولكن يعني كفه الريال ارجح. طيب السؤال الاخير، وليد حمدي 1976 بيقول هل الريال قادر على الفوز في الكلاسيكو القادم بنتيجه عريضه على برشلونه؟ واحلى مساء عليك انت ومروان سري واحمد كمال. بص يا عم وليد، يعني هو كل التحيه ليك، كلمه نتيجه عريضه دي يعني انا ما اسمعهاش تاني، معلش. هتيجوا على السانتياجو هتاخدوا على عينيكم، ده زي ما انت خدت على عينك قدام فالنسيا اول امبارح. ايه دخل فالنسيا بالريال دلوقتي؟ الراجل بيتكلم في الكلاسيكو. ده منافس؟ لا يا حبيبي، الراجل دلوقتي بيتكلم في الكلاسيكو، ما تدخليش فالنسيا في الموضوع، خدنا على عينينا الحمد لله وانسى الكلمه. ايوه يعني اكسب فالنسيا وانت على كلمني. ايه دخل الكلاسيكو؟ انا بقول لك اهو، جاوبني بسرعه، هتكسبه كام؟ هقول لك اهو لو هتكسبه. يعني انت اما تعرف تكسب فالنسيا تعرف تكسب ازاي يا باشا؟ ايه دخل الكلاسيكو يعني؟ انتوا كسبتونا في الكلاسيكو اللي فات، اتعادلنا. انتوا كنتوا احسن معادي، انا ما اتكلمتش، اتعادلنا، كسبتوا ما كسبتوش يا جدع، واحنا في اسوء حالاتنا. هيجي الكلاسيكو اللي جاي ونديكوا على عينيكوا، معروفه. لا مفيش، بص هقول لك زي يا باشا، احنا كعبين عالي في السانتياغو برنابيو. ماشي، هرجع اقول لك برده ناس التيشيرت ميسي لما عمل كده اهو، مش فاكر رونالدو لما قلع تيشيرته وعمل كده، ما هي تقريبا كان طار بيخلص. ما اكيد قلع التيشيرت هنا، بيروح على التيشيرت هنا، نشوف بقى مين اصلا، ما بلاش حل تاني. نهايه قبل ما نوصل للختام، جزئيتين صغيرين هنتكلم فيهم، ولكن هل انت تقدر تقول ان ختاما في الجزئيه دي زيدان مسيطر حاليا على الفرقه بنسبه 100%؟ زيدان لو ما كانش مسيطر على الفرقه ما كانش قاعد مارسيلو دكه وبتلعب بماندي، ما كانش قاعد مودريتش، ما كانش اصلا بيريز جابه في الولايه الثانيه دي. أوكي. لان لما جه في الولايه الثانيه دي كان زيدان ليه متطلبات، ان في ناس محرس القديمه مش عايزهم تاني، فجاه حط شروطه بالظبط.
فزيدان لو ما كانش هيحط الشروط وما كانش هيجي وما كانش بيراز بجلالة قدره اللي مشى مدربين زي مرتضى منصور بجلالة قدره يجي يخلي زيدان ويقبل بشروطه. صحيح. فزيدان مسيطر بغض النظر شخصيته وكاريزمته كلاعب وكمدرب يعني. طيب قبل ما نختم بجزئيتين كده سريعه، راجي كان عايز يوضح جزئيه وهي ايه سبب تحسن مستوى ريال مدريد. كنا بنقول كان احدى المشاكل دي بسبب ان مارسيلو بيطلع بيسيب وراه مساحات كبيره وكارفاخال بيبقى طالع، ففي مساحات كبيره جدا في ظهر نص ملعب ريال مدريد. بتتكلم ان كان مودريتش بخروجه طلع مودريتش بالظبط كده، نزل مكانه فيدريكو فالفيردي، ومن رايح مارسيلو ينزل مندي، ينزل مكانه مندي اللي هو رقمه طبعا 23 مش 19، بس يعني ده خطأ مطبعي. الخطة دلوقتي اتقلبت من 4-3-3 4-4-2 دايموند اللي هي اقرب الى 4-1-2-1-2. ميزة الخطة دي ايه؟ طبعا احنا في الخطة دي الخطة اللي لعب بيها ريال مدريد قدام باريس سان جيرمان في العودة في سانتياغو. كان بيلعب ببنزيما وهازارد، دي تفوت التشكيله المثاليه اللي يلعب بيها لو لعب 4-2 دايموند وبيلياد، ويبقى هنا مكانه ايسكو اللاعب الوحيد البلاي ميكر في الفرقه اللي هو بيعرف يربط نص الملعب بالهجوم. انت عايز تقول نسبيا ان اللي هي الخطه دي اللي ظبطت شويه الريال. الخطه دي ظبطت الريال لكذا لسببين. اول سبب طبعا فيهم هو فالفيردي. ليه فالفيردي؟ لان بغض النظر ان احنا زي ما قلنا في اول حلقه ان مندي واجباته الدفاعيه اكبر، فريال لما بتهاجم بيعرف يرتد بسرعه ان هو سريع وقوي. فالفيردي بيقدر ان هو لعيب الورك ريت بتاعه عالي، بيعرف يجري ويرجع ويستلم ويسلم تحت ضغط ويعمل دريبل، بيعرف ان هو يروح ويرجع يغطي ورا كارفاخال، بيعرف يزيد، بيعرف في نفس الوقت يريح اللعيب اللي هو بيلعب ناحيته من الواجبات الدفاعيه. يعني افتكر في ماتش جالات سراي لما كان فالفيردي بيلعب ناحيه الشمال هناك كان هازارد ساعات بيضطر يرجع يعمل ادوار دفاعيه مع مارسيلو ساعتها، بس في ماتش فالفيردي لعب فيه فده ريح طبعا هازارد من يعمل الواجبات الدفاعيه، وريح كازيميرو انه في حد بقى يرجع معاه يشيل الحلم، ما بقاش كازيميرو مش عارف يروح فين ولا فين. فمين 4-4-2 دايموند هي دي الخطه اللي ريال مدريد ظبطت مع الفرقه، وغالبا هي دي اللي لعب بيها في سانتياغو قدام السيتي، دي توقعاتي انا الشخصيه. وفي العوده غالبا هيلعب ب 4-5-1 اللي لعب بيها قدام فالنسيا في السوبر اللي هم الاربعه في نص الملعب كازيميرو وكروس ومودريتش فالفيردي، ده توقعي الشخصي. اذا يعني الراجل ده راجل مذاكر وفاهم هو بيقول ايه، ولم الدنيا كده ايه لمه حلو. وختاما في جزئيه الريال، زي ما قلنا في جزئيتين هنتكلم فيهم اللي هم مش علاقه بالريال او بكره القدم، وهو منتخب مصر لكره اليد اللي فاز على تونس بنتيجه 27-22 قدر من خلالها ان هو يحقق كاس امم افريقيا ويوصل لاولمبياد طوكيو. المنتخب ده يستحق كل التحيه وكل التقدير والاحترام، ويعيب على المسؤولين فيما يتعلق بالبث الرياضي انه بطوله زي دي ما تتنقلش على قنواتنا. مفيش قناه بتتكلم، مفيش قناه بتنقل في البرامج، ممكن برامج التحليل والكلام ده كله والبرامج الرياضيه تكون بتسلط الضوء على المنتخب، ولكن مش دي الصوره الكافيه اللي المنتخب ده يستحقها. فكل التحيه لرجاله مصر واحد واحد، وعلى راسهم طبعا احمد الاحمر اسطوره منتخب مصر ونادي الزمالك في كره اليد. الراجل ده بيحقق يعني ارقام قياسيه عاليه جدا، ويمكن الصوره اللي انتوا بتشوفوها قدامكم دي احمد الاحمر كان بدا لعيب كره قدم، ولكن نزولا لرغبة لوالده، ولكن بعد كده رجع يلعب وحب يلعب كرة يد ويحقق المسيرة ويكتب التاريخ اللي هو بيحققه دلوقتي. فكل التحية لأحمد الأحمر ولرجالة منتخب مصر. الجزئية الأخيرة وهي وفاة نجم أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في الحادثة بتاعة الطيارة الهليكوبتر. يعني كل الأسى وكل الحزن، ونتمنى ان ربنا يرحمه ان شاء الله ويرحم جميع الاموات. ريال مدريد، بمناسبة الكلام على ريال مدريد، وقفوا دي احداث في التمرين، وسيرجيو راموس حتى لبس تشيرت كوبي براينت عليه رقم 10 كده تخليدا لذكراه. امبارح بعد الماتش برضه ما احتفلوش بالفوز تخيلا ان ذكراه بعد الماتش، والدارسينج روم محدش اتكلم في الماتش كله يعني لبس ومشي على طول. فكوبي براينت يعني اسطوره من اساطير كره السله، وله كل التحيه والتقدير والاحترام. ويمكن كده من الحاجات الغريبه اللي ظهرت في التقارير انه الطيار اتقال له ما تطلعش بسبب سوء الاحوال الجويه والكلام ده كله، ولكن طلع وبعد كده الارسال اتقطع وحصل اللي حصل، ولكن فلترقد روح كوبي براينت في
في سلام. إذا يا رزيعة كانت هذه هي نهاية الحلقة المنتظرة من رزع الجمهور. إذا هي تحيات راجل شريف حبيب عم راجل نورتني. والراجل ده يا جماعة يعني لو عجبكم قولوا لي نجيبه في حلقات تانية فيما يخص بالريال. راجل جاي وتاكتكس وحافظ وفاهم ويعني راجل تقيل مش قليل. حبيب راجل نورتني وتحيات الأسطورة علي زايد من خلف الكواليس وتحيات نادر سمير نجم الجرافيك الأول في إرزع وتحيات عمر خالد دوم توم في رعاية الله وأمنه وكفاية رزع قوي لحد كده. شكرا يا أستاذ. مش هتقفل الكاميرا ولا علي؟ ما خلاص يا استاذ علي. هو انا بيت مهم. انت اهم واحد. ايه عيدها؟ اهم واحد. اهم من مروان؟ اهم واحد بقولك. مش سامع صوت سامع صوت البوس. انا مش سامعك من الدي جي. سامع صوت البوس. لا مش سامع صوت البوس. خالك عفوات تعبان في المستشفى.